جعلك الله داعية لهذه الأمة. بعدها أقدم أمامكم فائزة بنت عبد الرشيد من الصف السادس، موضوعها التشبه بالكفار. عليها أن تأتي وتخطبي بأسلوب مؤثر. فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. يا رئيس الحفلة والضيوف الكرام والمعلمون والمعلمات، أنا فائزة بنت عبد الرشيد من الصف السادس، أريد أن أخطب أمامكم خطبة مختصرة. موضوعي اليوم التشبه بالكفار. أيها المستمعون والمستمعات، إن الله تعالى جعل الإيمان أفضل من كل شيء في العالم، وجعل الكفر بالله أبغض من كل شيء. لذلك الرجال الذين آمنوا وعملوا بالصالحات هم الذين يحبهم الله تعالى ويدخلهم في جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا بالله وارتكبوا كثيرا من الذنوب والمعاصي هم الذين سيعاقبهم الله الجليل القهار في الدنيا والآخرة، وهم شر البرية، وهم أشرار خلق الله تعالى، كما قال الله تعالى في سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية الكريمة تدل بالإيداع على أن المسلمين الصالحين هم خير البرية وخير الخلق الذي يوجد في العالم. وعكس ذلك، والذين كفروا بالله واختلفوا من أمور الدين هم شر البرية وهم أشرار خلق الله تعالى. أيها المستمعون والمستمعات، فكيف يناسب للمسلمين الصالحين الصادقين أن يتشبهوا بالكفار الفجار الكاذبين؟ فكيف يلائم للذين أسلموا واتقوا أن يمشوا مشية الذين كفروا من اليهود والنصارى والإنجليزيين الذين سيدخلون نار جهنم خالدين فيها أبدا؟ أيها المستمعون والمستمعات، والأحاديث الشريفة النبوية أيضا تهدي إلى هذا الصراط الصحيح الذي اختاره القرآن وتوقاه الكتاب الخالد. فقد جاءت قصة في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم التي رواها البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مجلس، فمر أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتسأل النبي المعظم صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكه
فإن شفع أن يشفع. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل أخرى فقال له النبي المعظم صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينتهى، وإن شفع ألا يستمع له قوله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل ذلك. أيها المستمعون والمستمعات، هذا الحديث النبوي دليل واضح وبرهان ساطع على فضل المسلم الكامل على الكافر الفاجر. وهذا الحديث يدل على علو مقام المسلم الصادق ورفع درجته عند الله تعالى وعند الناس هم الآخرون. أيها المستمعون والمستمعات، عندما ظهرت هذه الحقيقة أمام الرجال العلا والناس كافة، فلا يلائم لأي رجل من الناس يسعد بالعقل السليم والذهن المستقيم أن يتبع خطوات الكفار الفجار ويمشي مشية الرجال المغضوب عليهم والظالمين من الصراط الصبي. أيها المستمعون والمستمعات، ولكن في عصر الحاضر كثيرا من النساء يشبهن في أعمال وأفعال الرجال، وأكثر ذلك كثيرا من الرجال يشبهون بالنساء. يا أسف على هؤلاء الذين يخالفون في أحكام الإسلام فيما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على من كان يختار هذه الصفة، كما رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. أيها المسلمون، توبوا إلى الله تعالى توبة نصوحة، ولا تشبهوا بأي قوم أعلم، لأن قال الله تعالى في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لذا فصمموا العزم على أن تكونوا خير الناس بأقوالكم وأعمالكم وأوائدكم وشمائلكم، وعملوا بالحديث كما جاء في حديث سنن أبي داود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخيرا أدعو الله تعالى: اللهم اهدنا أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نجتنب من التشبه بالكفار. آمين يا رب العالمين، وما علينا إلا البلاغ المبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.